علامات في الحلم، لو شفت أي علامة منهم أبشري بزواجك عن قريب. أول علامة وهي رؤية فستان الفرح، لو شفت فستان الفرح في الحلم أو أهدى إليك أو أنت بتتفرجي على فساتين الفرح أو بتلبسيه، كلها علامات تدل على زواجك بإذن الله رب العالمين. تاني علامة وهي وضع المكياج في الحلم، وخاصة لو أصبحت جميلة ووجهك جميل بعد وضع المكياج، هي علامة تدل على زواجك أو خطبتك عن قريب. ثالث علامة وهي لبس ساعة اليد في الحلم، ساعة اليد تدل على الزواج وأيضا تدل على اقتراب معاد الزواج، فأبشري واستعدي لزواجك إذا لبست ساعة اليد في الحلم. رابع علامة وهي الحذاء الجديد، الحذاء الجديد لبسه أو شراؤه أو أنه يهدى إليك هي علامة تدل على زواجك بإذن الله رب العالمين. خامس علامة وهي رؤية شنطة اليد في الحلم، شنطة اليد تدل على الزوج وتدل على الزواج، فشراؤها أو لبسها أو حملها أو أنها تهدى إليك كلها علامات تدل على زواجك بإذن الله رب العالمين. سادس علامة وهي وضع الحناء في الحلم، الحنة في الحلم وضعها أو رسمها أو أنك بتشوفيها عامة في الحلم هي تدل على زواجك وتدل أيضا على الحمل السريع، فبعد الزواج تحملي سريع ويكون عندك ذرية صالحة بإذن الله رب العالمين. سابع علامة وهي وضع الكحل في الحلم، الكحل وجمال العين يدل على حسن الإيمان وحسن البصيرة وأيضا يدل على الزواج بإذن الله رب العالمين. العلامة الثامنة وهي الهدية في الحلم، الهدية في الحلم تدل على الخطبة وتدل على الزواج، فلو جالك هدية أو شفتي هدية أو إنك بتشتري هدية في الحلم أو رؤية فتاة اسمها هدية كلها علامات تدل على خطبتك وتدل على زواجك. العلامة التاسعة وهي رؤية الأسماء التي تبشر بالفرح، كرؤية فتاة أو امرأة اسمها فرحة، بهجة، بسمة، فريحة، فرحانة، كلها علامات تبشرك بزواجك وبفرحك عن قريب. العلامة العاشرة وهي رؤية المفتاح في الحلم، المفتاح للعزباء يدل على زواجها والفرج القريب. العلامة الحادية عشر وهي دعوة الفرح، دعوة الفرح في الحلم تدل على أخبار سعيدة قادمة لك ولربما هو زواجك عن قريب. العلامة الثانية عشر وهي رؤية البيت الجديد ودخوله، هو يدل على الزواج. العلامة الثالثة عشر وهي ركوب السيارة الجديدة، تدل على تيسير الأمور وتيسير أمور الزواج. العلامة الرابعة عشر وهي رؤية الورد، تدل على الزواج وأخبار سعيدة. العلامة الخامسة عشر والأخيرة وهي رؤية التمر، تدل على الرزق والزواج القريب من صالح.